ولبوادر الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل تجلت صباح الخميس في طرقات بيروت. مواكب أمنية وبلدية لفت الشوارع لإزالة الأعلام الحزبية التي ازدحمت بها العاصمة اللبنانية. يعني واضح الالتزام بنسبة عالية، وفي الأماكن اللي بعد في شعارات وأعلام نحن عم نمرق عم بيتم إزالتها كمان تلقائيا من قبل أصحاب العلاقة. شيلوا يلا إذا أنت شيلوا. ورغم اعتراض هذا الناشط من الجماعة الإسلامية وآخرين مثله، إلا أن القوى الأمنية بمساعدة شباب الحي هنا عملت على إزالة أعلام تيار المستقبل والجماعة الإسلامية وصور رؤساء التيارات الحزبية، خطوة أثلجت صدور أهالي المنطقة المسمى طريق الجديدة والمحسوبة على تيار المستقبل بزعامة الحريري. شيلوا كل شيء، كل شيء تكون أحسن للكل أصلاً، عشان لا هيدا مع هيدا ولا هيدا ضد هيدا. حتى صور الإمام موسى الصدر مؤسس حركة أمل تم التعامل معها كما غيرها في هذه الحملة. هنا خندق الغميق، إحدى المناطق التابعة لنفوذ حركة أمل، لطالما رفرفت فيها أعلام الحركة، لكنها اليوم بدت خالية من الأعلام والصور. ويؤكد الأهالي أن أعلام حزب الله وحركة أمل أزيلت قبل أيام من انطلاق الحملة. أبو العبد يعيش في هذا الحي منذ 50 عاماً، يقول أنها المرة الأولى التي يرى فيها خندق الغميق خاليا من الأعلام منذ الحرب الأهلية. معاهم طبعا. ليه؟ مش طائفية حزازية وكذا، تعرفي انت على الأحداث. الحملة شملت أيضا شمال لبنان وجنوبه، حيث عمل حزب الله على إزالة صور قتلاه في سوريا، ولم تخلو العاصمة اللبنانية من علم هنا وراية هناك، لكن لا شك في أن شوارع بيروت بدت مختلفة. غنو يتيم، العربية، بيروت.